سلتوح وسعد اشخاص مضيافين ما شاء الله يرحبون فينا ما شاء الله عليهم. انتم اصحاب المحل روحوا حركتهم زايده شوي حركتهم زايده. وهنا يا محمد تاكيد على تجربه الشباب السعوديين اللي قدروا يحولون مسامير الى تجربه ترفيهيه في البوليفارد بدل ما كنا نشاهدها كفيلم او حتى كمسلسلات صح قصيره. هذه واحده من عوامل الابداع والممكنات اللي قدمتها اليوم هيئه الترفيه للشباب. ترى راسك كبير مغطي عليك الفاز انهم يطلعون لا لا انا اشوف الكاميرا قدامي. هذه واحده من الممكنات اللي قدمتها هيئه الترفيه اليوم للشباب السعودي انهم يضيفون الابداع على ابداع اقوى وكاركترات متعودين عليها في شاشات تلفزيون اليوم نشوفها على ارض الواقع. صحيح. شو المركبة هذه؟ اربط حزامك اهم شيء. على وين مقلعين ان شاء الله؟ اركب 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 خليك من الحركة. وين مقلعين؟ مقلعين على فيلم عظيم نتفرج فيه تفاصيل اقرب منك شوي بس اهم شيء اربط حزامك اوكي؟ يا رجال خلاص نعرف نعرف احنا نعرف. المركبة هذه الى وين حتودينا؟ خلها سر. يلا مشاهدينا اذا جيتوا حتعرفون وين توديكم حتعرفون التفاصيل. احنا اكيد حنعطيكم الفيدباك حنعطيكم كيف كانت التجربة بعد ما نخلص. احنا جاهزين ومستعدين ننطلق على جاهزين يا جماعه الخير تجربة تقدرون تبدون طالت اعماركم. هاي خلف عيني كيف التجربة معك؟ تجربة عشنا فيها بكل تفاصيلها عشنا الموية عشنا الهواء عشنا ظروف بيئية متغيرة علينا في المركبة هذه. صحيح صحيح. جرحتيني شو تعجتنا؟